كنا بنتكلم عن منتخب مصر وتولي كابتن حسام حسن المقاليد الفنيه لمنتخب مصر. كابتن حسام، ناس بتحصر كابتن حسام حسن انه بيشتغل على الروح والعزيمه والاصرار والكلام ده كله، وناس بتشكك في ان هو فنيا مش افضل مدرب انه يقود السفينه في الفتره دي. ما احنا اتكلمنا قبل الفاصل، قلت لك حسام حسن مدرب كويس، اتمنى له التوفيق، واشدت بيه ان هو ما بيخافش، بيدفع بالناشئين، يعني كان في اي نادي بيروحوا دايما بيجيب ناشئين، بيجيب لعيبه من الدرجه الثانيه بيزورهم، فدي اكيد في عين، اكيد في رؤيه، فاتمنى له طبعا التوفيق ان شاء الله لمنتخب مصر. حسام اسم كبير وربنا يوفقه، للناس مستكتره ان هو روح بس، لا هو في اروح وعزيمه واصرار، حتى دي كانت طريقه لعبه وهو بيلعب، لكن كان فنيات، عنده فنيات، حتى هو بيلعب مهاجم عنده فنيات، بدليل ان هو هداف منتخب مصر، يعني هداف التاريخ، تاريخ المنتخب مصر، واكيد عنده اكتسب خبرات، بقى له اكتر من 30 سنه شغال، اكيد خد خبرات، فلازم كلنا دعم ليه ان شاء الله وربنا يوفقه. ناس كتير سالتهم لعبه تحت القياده الفنيه، كابتن حسام حسن قال لك لا مفيش الكلام ده، راجل ماشي بشكل كويس جدا وعنده خطط وبيشتغل على جمل فنيه، بيشتغل على عرضيات، بيستغل الكرات السابقه، عنده شغل وعنده خطط بيمشي بيها، يعني مش زي ما الناس او مشاع للناس، دايما كده في كلام بيتردد فالناس كلها بتردده، فبيبقى حقيقه ثابته وهو اصلا في الاساس ملوش اساس مصري. لا ربنا يوفقه ان شاء الله ويحقق حاجه لمنتخب مصر، مصر تستهلك كتير يعني ان شاء الله. طيب كنا بنتكلم برضو قبليها يا احمد، لان جات لي رسائل كتير في الفاصل على قطاع الناشئين وقطاعات الناشئين، قلت ازاي نهتم بقطاعات الناشئين والبراعم في الانديه كلها وفي المنتخبات، لانه دول هيبقوا هم نوال الفريق الاول والمنتخب مصر، سواء ناشئين سواء اولمبي سواء منتخب كبير سواء لعيبه تحترف. واحنا عندنا في نادي الزمالك صراحه يعني في ناس يمكن مش واخده حقها قوي، يعني الناس برضه هم ايه شغالين كويس قوي في القطاعات دي، مثلا ايه في الكابتن حسن بصري، طبعا شكر الكابتن طه بصري، شكر الكابتن طه بصري ده حاجه جميله. في الكابتن سيد سلامه برضو حاجه عين بقى، يشوف الولد وهو صغير كده ماشي بس بالكوره يقول لك ده لعيب. شوف الكابتن وحيد مراد، طبعا الكابتن وحيد مراد برضو عين كويسه. في برضو يعني نجم كبير قوي انا احبه، كابتن نصر ابراهيم. نصر ده والله يا احمد ما فيه ما قال لي على لعيب وهو صغير ان ده كويس غير لما اللعيب ده كمل، وكان نصر ابراهيم اول ما اكتشف مصطفى محمد النجم الكبير، اول ما اكتشفه نصر ابراهيم قال ده هيبقى مهاجم منتخب مصر. فعندنا لازم نستفيد من الناس دي، نديهم مشاريع، نديهم مشروع، امسك انت مسؤول على البراعم، امسك انت السن مثلا من 10 ل 12، في واحد يمسك سن من 8 ل 10، واحد من 12 ل 14، لغايه المسابقات بتبدا مثلا في 15 سنه، ان يكون اللعيب عنده 15 سنه يطلعوا لك لعيبه كوره، لان زي ما قلت لك ده الاساس. انا برضك مش عايز اكون ناسي حد، الكابتن مصطفى نجم برضك من اللي عينيهم حلو، عندنا ناس كتير غير طبعا النجوم اللي موجوده طبعا وبتدرب وكده، لكن بكلمك الناس اللي هي شغاله في الظل. فلازم كنت اشيد بالكابتن حسن بصري، كابتن سيد سلامه، كابتن وحيد مراد، كابتن نصر ابراهيم، برضك في حد تاني اعتقد بس مش يعني، كابتن عماد المندوب طبعا ماسك دلوقتي المدير الفني لمدربي حراس الناشئين، هو مع الكابتن عادل مأمور الاثنين برضك حاجه جميله. عندنا كوادر كويسه جدا لازم نديها الفرصه، ما اتكلمش طبعا الناس الكبيره، الناس الكبيره دي يعني اشتغلوا وعملوا شغل كتير، هيستفادوا الصغيرين دول هيستفادوا من الكوادر الكبيره اللي عندنا، زي مثلا عادل مأمور، عماد المندوب اللي كان في حراس المرمى، زي مثلا نجوم كبيره، لكن لازم نطلع ندي فرصه لناس مدربين مثلا 20 سنه و23 سنه دارس، نديله فرصه يشتغل، ما نقولش لا ده ما لعبش كوره، مش كل من لعب كوره او كان نجم يبقى مدير فني كويس بالظبط، او يبقى محلل كويس. مارادونا خير دليل يا كابتن، انا بقول لك يعني يعني فاهم ازاي؟ فمش شرط اللي انا عشان لعيب كوره اللي انا ابقى مدير فني جيد ومميز، لا الكوره دلوقتي يا علم من احسن مدربين العالم، يمكن مورينيو ما لعبش كوره اعتقد، صح مش كده يعني طبعا. صحيح ليه؟ كان مترجم بس، لان علم انت بتشتغل بعلم، وفي دلوقتي عوامل كتير بتساعدك لو انت مدير فني، في مخطط اداء وسكاوتنج وكذا وكذا وكذا، ويحللوا لك اللعيب ده جري قد ايه وعمل كام باص والباصات بتاعته مؤثره ولا مش مؤثره، ما كره القدم كده مش زي زمان. فلازم ندي فرصه للناس اللي موجوده في نادي الزمالك عندنا يعني في كل الانديه، لازم تعمل كده، ادي فرصه للناس دي. انا اشوف مثلا احمد علي مميز في ايه، حاجه المميز فيها خليه يشتغل فيها، واحد عينه حلوه زي الكبات اللي انا قلت اساميها دي، لا دول هم يختاروا اللعيبه الصغيره، مش المدير الفني اللي يختاره،
لا هم يختاروا، لان دول اكيد خبرتهم احسن وكلهم ناس محترمين يعني، يعني ناس زي الفل يعني. اتمنى يبقى في تطور ان شاء الله في النادي ان شاء الله وفي الكوره في مصر كلها. شايف ان فكره ان في لعيب مثلا بيعلن اعتزاله بيعتزل بنلاقي بقى منصب انه رئيس قطاع ناشئين في ايا كان النادي يعني. انا بتكلم بصفه عامه، بما ان حضرتك بتتكلم على الكوره المصريه ازاي ينصالح عليها او تمشي بشكل احسن في الفتره اللي جايه وما نشوفش اي حاجه من اخطاء الماضي. شايف ان ده خطا من الاخطاء، ان اللعيب انت عايز تكرمه فبتمسكه رئيس قطاع ناشئين، بتمسكه فرقه من الفرق. شايف ان ممكن الاول يبقى مساعد مثلا مدرب ياخد خبراته بعد كده يبقى مدير فني؟ شايف الخطا ازاي؟ بص، اكبر خطا اي مجلس اداره ممكن يعمله وده خطا كبير جدا، ان اللعيب اول ما بيعتزل بتعينه في مكان مدير قطاع ناشئين، بتعينه مدير فني الفرقه. لا، لازم زي ما هو. انا كنت لعيب وانا صغير، كنت لعيب صاعد 17 18 سنه 19، تعبت عبال ما بقيت حمد ابقى حمد عبد اللطيف. لازم انت برضك بعد ما تبطل تشتغل من تحت، تمسك مساعد مساعد للناس الكبيره، تتعلم منهم. انا مثلا زمان كنا نتعلم من كابتن حمد الشرقاوي والله يرحمه، كابتن علي شرف، كابتن احمد مصطفى، بنتعلم منه. كابتن محمود سعد ربنا يديه الصحه، ربنا يديله الصحه، ده الوحيد اللي ربنا يديله الصحه عشان ده حاجه منظومه عاليه قوي في قطاعات الناشئين، كابتن محمود سعد طبعا. فلازم اللعيبه دي تصبر، لان مش هتبقى مدير فني كويس غير ما تشتغل مساعد ثالث وبعد كده مساعد ثاني وبعد كده مدرب عام. بعد اربع خمس سنين ممكن نديك فرقه، تاخد فرقه في قطاع الناشئين مثلا 14 15 سنه، بس تكون اكتسبت خبرات. لكن مش معقول انا حماد عبد اللطيف بطل كوره ونجم وبيحبوه الناس وكده، لا عينه مثلا في قطاع الناشئين مره واحده او مساعد قطاع ناشئين او مثلا يديله مدير فني المدرسه. لازم تبدا من تحت، تاخدها من تحت كده عشان تتاسس ويبقى عندك الخبرات. في الماتشات هتكتسب خبرات، زي ما اللعيب بيكتسب خبرات من الماتشات، المدير الفني او المدرب كل ماتش مثلا اتغلب فيه هيفكر، طب انا اتغلبت ليه؟ لا اكيد التكتيك اللي عملته غلط، اكيد انا التشكيل بتاعي مش كويس، اكيد انا ما قريتش المنافس اللي بيلاعبني طريقه لعبه ايه، اكيد تغييراتي ما كانتش مؤثره، فهيبتدي هيتعلم. لكن اللي انا اجيبك من الدار للنار كده واقول لك لا امسك يبقى انت نمبر 1، لا نمبر 1 دي تبقى صعبه قوي، لازم تبدا من تحت لفوق. دي البدايه طبعا في اي شغل. العوامل اللي حضرتك اتكلمت فيها، حضرتك اتكلمت على حاجات كتير طبعا جدا، بس دي البدايه ان انت تبدا من تحت لفوق. ازاي؟ مفيش حد هقول لك على حاجه مثلا، هو في مهندس هيبقى مهندس كويس قوي غير ما يكون درس هندسه؟ لا طبعا. او دكتور هيبقى كويس او دكتور بقى مميز غير ما يكون درس طب 7 سنين وتخصص في حاجه؟ صحيح. كره القدم كده برضه، خلاص لازم تدرس تحت. الدراسه ايه؟ اللي هي التدريبات اللي هي ماتشات الكوره سواء الوديه او الرسميه. اختياراتك للعيبه اكيد هتغلط وهتتعلم من غلطك، فالسنه الجايه هتحاول تبقى تكون الاحسن. لكن انا اجيب واحد كده امسكه، ده طبعا قرار بيبقى خطا كبير يعني.